قطعت حتى بالكفن لي شايفك شايفك وانا ميت شايفك راسي راسي رجلي رجلي جامع 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 خير يا سيدي يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لسه فاضي الأنفاس مكتوبة. فين العصايا يا جامع؟ مطرحها يا سيدي. خير؟ عاوزهم كلهم يا جامع. خذ العصايا واجمعهم كلهم يا جامع. حاضر يا سيدي. كلهم شو؟ مش شايف زين؟ كلهم موجودين يا شيخ العرب. العمر ما حيستناش حد يا ولدي. اسماعيل قاعد؟ جبالك على طول يا ابوي. قصة حتى من كفني ولد زنوبة في المنام. مرحبا يا اسماعيل. مرحبا يا شيخ العرب. كيفك يا عمي؟ مليح وعتنفس يا ولدي. مليح. دلوقتي احنا لينا في الارض دي كتير، كذا جد وكذا مئة سنة. بولس ما جاش ليه؟ بولس على يمينك يا ابو. طول عمرنا كبار والهمامية كبار الكل، بالرضا والاصول والكلمة الحلوة والعصاية والضرب بالبراكيم. جدكم سيبك خلف همام، وهمام خلف ريان، وريان خلف عمر، واسمه عمر خلف همام، وهمام خلف محمد، ومحمد خلف ابوي احمد، وابوي خلفني وانا خلفت همام. يعني لو قعدنا نقرا فواتح لجدودنا الاموات هنقعد لغاية بكرة. يعني ما فيش أأصل من كده. فهمتوا؟ الحكاية مش حكاية مين خلف مين. راسين على الكلام. محدش ينطق ولا يرد. ما عنديش نفس الكلام. قصره هوارة في كل حتة. بحري وقبلي وشرقة وغربة. في ولاد علي. في البلبيش. والسمعنا. الفضيلات عشان نروح النهاردة قبل العشاء، والوشوشات وبرديس وكتير، والهمامية احنا كبار هوار، وانا كبيركم وانا حموت. بعد الشر عليك، ربنا يجعل يومنا قبل يومك. لا، يومي قبل يومكم عارف. ما فيش للأجل حجاز ولا للمعاد تأجيل. كل روح ولها مقابلة. ربنا يديك طولة العمر يا عمي. طولة العمر؟ كلهم عايزين روحي تطلع دلوك. بعد الشر عليك يا ابويا. المهم انا حموت وما عنديش غير همام وولدي سلام. سلام على الله بركة بيتي وفانوس عمري القايد، وهمام ولد الكبير واخوي وشريكي وعصايتي اللي هتعكس عليها من دلوك فوق راسكم كلكم لحد ما يسلمها لولده. ولده مين؟ ولدي مين يا ابوي؟ ما عنديش عيال. ولدك قلت ما عندكش، بس هيبقى عندك. العصايه اهي الهمام، والختم الهمام، والشوره والكلمه بيني وبينه هو وبس، وكلمته تمشي علي وعليكم.
حد هيقول لكلامي لا؟ زين، اللي عنده كلمة تانية يقولها يقوم من قدامي ويروح. حد قام منه؟ لا يا ابو بولس. ما جاش ليه؟ أنا هنا يا عم الشيخ يوسف. معاك ورق الطين والالتزام؟ أيوه معاي. اقراها على ولدي وعلى عيال أخوي وعلى الهمامية كلهم عشان يعرفوا ملكنا إيه. التزام الأجل المحترم الشيخ يوسف همام الهواري، التزام سيوط وتوابعه، التزام أبو تيش، التزام أبو مشروفة والنخيلة وتوابعه، وفاو الكبرى وطحتة وتوابعه، وشندويل وشرقة خميم ومنشاتة خميم وبرديس وفرشوط وتوابعه، وهو وباشورة وتوابعه، وخلجان وجنا وطمع وتوابعه. سمعت بزين؟ اكتب ورقة يا بولس واختمها وبعتها للقلعة، ومعها هدية مفادها بعد السلام ضم ختمي لختم الفقير همام. حد عنده كلام؟ ولد أخوك عم الشيخ يوسف. مين أنت؟ عيسى، ولد أخوك المرحوم هاشم. لا متربي يا عيسى، خلي كبيرك يرد عليك. اقطع بيله. ولاد عمي ليهم كل حاجة واللي عاوزينه، لكن من داخل ختمي وختم أبوي الأرض لنا كلنا، لكن الصرفة لي أنا وأبوي بس. سمعت؟ سمعت يا شيخ همام. زين، سيبوني مع ولدي، واللي عايز حاجة يرجع لهمام ويدعو لنا بحسن الختام. همامية، كل واحد يحب على يد الكبير قبل ما يمشي. مالك؟ مكتوم ليه؟ يعني ايه اديها الولد؟ ابلع لسانك يا عيسى، قول عمرها في بيتهم وما طلعتش. تطلع الدور ده ما دام ولده ما خلفش. اخشع يا عيسى واقطع الحديث. طبعا، ما انت نسيبه وفضله. والله لولا انك والد عمي ما كنت تروح على رجليك غور من وشي. ماشي ماشي يا اسماعيل، هغور. ريحوني ريحوني، الله يريحكم. على مهله. هات رجلك يا سلام. خد يا قلبي سلام. جامع، اطلع ورد الباب. حاضر يا سيدي. حاسس اني حموت يا همام. بعد الشر عليك يا ابوي، نحن نجوزوك. جوزونا انا. عشنا قد ما حليلنا وكلنا وشربنا وجوزنا كذا مره لحد ما عجزنا. كفايه شيل وحط، ننزل تحت الارض بكرامتنا. حبيبي يا شيخ يوسف، حبتك العافية يا سلام. تزعل على أبوك يا سلام؟ لو أنت مت أزعل جو في الأول وبعدين أفرح وأقول يا رب. اسمع يا همام، راضي اللي نشانا من عدم إن ما خلفش غيرك أنت وغير أخوك، والليلادي حلمت اني مت وكفن جسر يا ولدي. بعد الشر عليك يا ابوي، دي حلم مش كل حلم يتفسر. انت بس لقيت تعشيت عشوه تقيله. تفسر عندي انا خلاص.
استنى ما تعدل. ما يقصرش الكفن غير قلة الدرية. درية ايه يا ابني؟ ما انا اهو سلمه. ايوه انت اهو وسلمه اهو. وبعدين الموت وقفنا عند الباب وانا مش طالع له ولا مقابله الا بعد ما اطمني على كفني. تتجوز وتخلف يا ابوي. ما انا متجوز. متجوز حيطه صد ملهاش نقد تليس من غير غله. رضت ربنا. رضت ربنا ولا حكم المراه؟ هتجوز وانا في الستين. ولو فاضل لك يوم في عمرك بالامر يا همام. وصالحه يا ابوي انا معاهده. صالحه تتحرق مش بنت اخوي؟ لكن تتحرق الارض البور تتحرق. احنا لسه هنقول يا جلع. انا هوتك كتير. العمر ما بيستناش حد. اقول لك كفني قصر يا همام. يا ابوي يا ابوي انا من يوم ما خدتها وانا معاهدها ما اتجوزت عليها. ليه؟ متجوز مين؟ اتجوز وصوم ثلاث ايام. كلام اهدي. ايه؟ هتخلف طوعي على اخرية؟ اتجوز يا همام وما تزعلش ابوك. اتجوز دلوقتي في السجن ليه؟ كيف؟ لا عيب ولا حرام. وقسما بالله يمين على يمينك لمرتك لا تكون متجوز يا همام عيلة وتكون امها جابت ولاد في بحر اسبوع وبعد اسبوع بتسعة اشهر تاجي شايل الواد على بعضك. يا ابوي. لابوك ولامك. ليه؟ ليه عاوز تقطع جدري ليه؟ استحملتك كتير وما فيش في العمر فضار والف كلب لئيم مستني يفرح. روح روح خلص خلص حالك مع مرتك. وقدامك قدامك اسبوع. قدامك اسبوع. حاضر. روح حاضر. روح يا همام روح. فليني يا سلام فليني. هات خليها معي. جهز الغدا بسرعه يا فضل. خير؟ ماله عمي؟ تعبان. اسم الله عليه سلامته. حطني على غوارة واداني الختم والعصاية. طول عمرك ولد واخوه. مالك يا همام؟ وشك مش مرتاح ليه؟ رغم ان ابوي راجل كبير انا عارف صح اعمار بيد ربنا بس ترجفت عليه. اللي في يد ربنا مالناش دعوة بيه. قول يا رب. من قال يا رب غلب. رايحة فين؟ أجيب لك الغدا. أقعد عاوزك. الله أحلى كلمة أسمعها منك في حياتي يا همام. عاوزك. هحس ساعتها بس إني لي عازة. عازة بس؟ أنت هم اللي فات كله صنعه. اللي فات بس؟ لا اللي فات واللي جاي. خير يا حبيبي خير؟ إن شاء الله خير. أصل عمك حلم إنه كفن وقصر. يا ساتر يا رب. حاجة عفشة صح؟ كفن وقصر ويا ساتر يا رب تبقى حاجة عفشة. قام قلقان هيقول معناها إن النسل هيتقطع بعد الشر. ما هو عندي اسم الله عليه. أنت وسلام. سلام زي ما أنت راسي. وأنا ما عنديش عيال. ما احنا لنا سنين على كده. ايه اللي جد يعني؟ السن الكبير والكابوس والكفن خلوه يعيني هيتجنن. كان هيموت وسطينا صلاح. نفسه راح وعينيه غربت ولسانه اتلوق. ما فيش في حنكه غير اتجوز يا همام اتجوز يا همام. تتجوز؟ انت متجوز ولا هو كبر ونسى ان انت واخد بنت اخوه؟ لا ما نسيش. هو قصدي اني اتجوز واخلف زي ما تكون روحه متشعلقة في الحكايه دي. خلاص ابوك روحه اتشعلقت في خراب بيتي؟ ليه؟
خرب بيتك وانا موجود فيه يا صلحة. ليه بتقول الكلام ده؟ كلام مين؟ كلام مين يا همام؟ انت هتفول دمي ليه؟ عينك من مين يا همام؟ يوه انا هلا وعيني من حد. انت صبرت السنين دي كلها ليه؟ صبرت؟ صبرت نتغص بياك؟ ده شرط كنت شرطها عليك ولا بنت؟ ورضيك وكل الرجال عندها مرة واثنين واربعة. وانا قلت صلحة بالدنيا. وايه اللي شغلي بالدنيا؟ ابوي. ابوك؟ ليه؟ عيل صغير انت؟ ابوه يقول له كخ من صلحة وتتحابى للجديدة؟ صعب عليا قوي يا صلحة. وانا بس ما صعبتش عليك يا همام. ليه؟ صلحة بعد عني. انت عندي اغلى من النفس اللي جاي صح. لكن اتهان؟ لا يا همام. صالحة صالحة يا بنت عمي يا حبيبتي افتح. اقولك بقولك ايه؟ بيت اخوي مفتوح. سيبني دلوقتي. لا قوة إلا بالله. بايا همام هونت عليك بعد السنين دي كلها. وابوك ده ما افتكر انك ما خلفتش. خلاص روحه اتشعلقت في طلوع روحي. خليه يا فضل. لو هتاكلي هاك هقعد جارك بس. يبقى ما اكلش. غني عندك قوي. يعني انت ما عرفهاش يا صلحة. طب يلا كل ولا هدوم. هتنزل تاكل ولا قوم؟ هنزل. كم لقمة كلناها سوا، كم ليلة بيتناها مع بعض. خدتني وانا بنت 12 سنة، يعني كنت جوزي وابوي. اشرب رجلك دي اللي هتمشي عليها وتروح وتخطب وتتجوز. ايه اللي كسرها زمان؟ بطل عليك من فوق المخلة القبلية. أرجوك اطلع لي وأنا فوق وقعت. قال لك حد يطل على عروسته؟ وتجوزتك والجبيرة في رجلي. كل زين يا همام. اللقمة ما رضياش تتبلها. كلي معاي. ياه كلت معاك كتير. عايز تتجوز يا همام؟ ايه زهقت مني؟ كبر عجزت وما بخلفش. زرعتك طلعت بور يا همام. انا هروح لابوي واقول له لا راوي قلت واللي عايزاها يحصل. ابوك عاوز يشوف لك عيال وانا ما عاوزاش ليا فيك شريك. يعني ايه؟ افتح عيني عن مخدة ملقاكش جاري؟ ده انا طلعت من بيتنا ما كنتش انام غير جنب امي. طلعت من صدرها لصدرك يا امام. خلاص وانا عنده وعدي. لا ما خلاصش. يعني ايه؟ ابوك يحبك اكتر مني؟ برضو لا. انت اغلى من الدنيا كلها. لا تجوز يا امام. وبعدين في الهبل دي مالك؟ ما قلت لك مش اتنيل.
هتتجوز وتخلف يا همام، بس شرط جبل شرط. لا شرط ولا جواز ولا وقت، خلص الكلام. لا ما خلصش. انت قبلت شرطي زمان انك ما تتجوزش عليا، ودلوقت نجدته، يبقى تقبل شرط. انا شرط ايه دي؟ اني انا اللي اختار لك العروسه الجديده. بقى انت اللي تختاري؟ قلت ايه يا همام؟ قلت حسبي الله ونعم الوكيل. كل كل شبعت الحمد لله. قولهم يا شيخ يدلوا الحمل. مش قد الكلام يا واد، هتبقى قد الحموله. اتكلم على قدك وربنا لسه مديك عمر، خليها تاجي منك. وقول لهم يدلوا التلاليز بالذات. والله يا ولد الصبيه، عشان ما عرفش اسم ابوك مين، لو عرفت انا مين وانت بتكلم مين لنزل بيك فرسك تحت الارض. رميت عمتك بالسيفي، واللي تحتها كرامه للشيبه نسبوه. دلي الكروكه يا ولد اسمي ولد الجبل. حل صح، ما هي المره اللي ما تردش الباب حرس قوي من ولدها. امي جاب السبع باصص لي كلب لئيم مستخسر فيه الموت، لوح لكبارك بدي. اي اي قال لي كبير. واه ما كل الرجاله عتتجوز تنين وثلاثه. اتحشم يا شمش، هم الهمامية كده كيفهم الحريم؟ اقطع الحديد. حاضر. ما سيبيه يتجوز يا صالح، او يحايل ابوه ويتجلع شوية، والسن ما عادش زي الاول. انا شارت عليه. ما تتجلعيش قوي يا صالح، وخلي دورك يفض. واه دق عليا بيت اخوي؟ ولا بيت ابوك ولا بيت اخوكي، ما تعجليها يا شمش. انا عقلة واحد يا شيخ اسماعيل، وعشان تصدق اكتر انا اللي هخطب له. كده انت اختي وحبيبتي، انا رايح المجلس. سلام عليكم. عمتين وتلاليس ايه؟ خد نفسك وتحدد زي الناس. عفريت وانت عفريت يا شيخ العرب، وجع العمه وفرر قدامه 10 عبيد وجر التلاليس وخفي زي العفريت. اللي ما يحميش تليسه يبقى تليس. انا اكلم كبيرك العاقل. وكبيرك قبل ما اكون انا كبير اي حد. لما الشيخ سلام يتكلم تسكت، واللي ما يحميش تليسه تليس. يعني ايه؟ يعني انت ملزم بيهم. كم تليس هم؟ 20 يا شيخ العرب. يكونوا عندي 30، 20 حقي و5 عشان جبال و5 مرضيه للشيخ سلام. طب واللي نهبني؟ ليه روقه وصرفه، لكن اللي جاب الراجل يبقى كده يا يحل. توكل. سلام عليكم يا شيخ العرب. يقولوا نصرت قطع طريق على ولد عمك. انا ما احبش الني، واللي ياخد مني غلايه هجيبه عايزه، لكن يبقى راجل جاي من غير عنا ويبقى كيف الحريم ما نصرفوش. سلام عليكم. مرحبا يا شيخ اسماعيل، قرب مطرحك. مرتك عندنا هي واختك شمش، هيخطبوا لك. ربنا كبير ومطلع، يكفينا شطه كده الحريم. صالحه عاقله زي اخوها، عاوزين نزوره وصرح به في الججه. وماله؟ وقاطع الطريق اللي في زمامي ما هنسيبوش، عاوزه خلال ايام يبقى تحت رجلي. هم الغله وتعديها في طريقه، ومع الغله رجاله رجاله، فاهم؟ ما حدش يعرف جحره فين. اللي ملوش باب لجحره يرميله لقمه يطلع الشمس. اعمل كذا جهه، كل 3 ايام تطلع الغله من جهه. يحصل. عايزين ننظف زماننا عشان نلوم التانيين. ما مكناش من امبارح يا ولد، اصبروا وفرج الله زمانه جاي. من امبارح تقول فرج الله جاي؟ من امبارح ما شفناش حد. يما زعلانين يما. يا ولداتي دلوقتي الوكل ياجي. يا ولداتي فرج الله قريب، عمره ما يطول. فين الوقت ده يا امه؟ زمانه جاي.
مين؟ مين؟ أنا فرج الله يا حجة. أنت مين يا ولدي؟ أنا فرج الله يا حجة والغلادي ليكم. سلام عليكم. اتفضل يا عم فرج الله، دوم مش لناك من بدري. كله بأوانة يا ولدي، كله بأوانة. أشكرك يا رب. أهم حاجة يا بنت عمي تنجيها زين. دليني من فوق راسك يا شمش، هتاجي معايا تاجي من غير غز. اسمع الكلام، أنا مع غزكير همام دلوك عاوز ولد، واحنا نجيبوا له المعون اللي فيه الواد. معون لا اكتر ولا قل. معون اول كلامنا نصلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. رتب يا بولس المشاكل حسب الحاضر قبل التاني. غزالي الامير تكلم يا ولدي. بايت هنا من امبارح يا شيخ العرب. خش في اشكالك. ولد عمي جنابك في بهجوره حامد الهوالي، اشتريت منه 3.5 قراريط وسددت الثمن بالكامل وما فيش تمكين، وانا فقير وهو عزوه ومسنود بيكم وزاقين الزل والهوان. من دليلك؟ الختمه اهو والورقه اهي. اكتب يا بولس الى والد عمنا المحترم الشيخ حامد الهواري بعد السلام عليه. لم يخفاه ان اسمك ايه؟ غزال الامير. غزال الامير اشترى ولزم التمكين، والامر كله من اوله لاخره لينا ولم لك دعوه. اسمع كلام الحاج احسن لك. الفقير همام والد يوسف احمد. اله يا شيخ همام. اسكت ولا كلمه. خدت الأرض يا غزالي، محصولها قال تليس واحد على عم الأول ترجع لنا الأرض. توكل. عبد الرحيم مزين. يا مرحبا يا مرحبا بالكبيرة مرت الكبير، ده احنا زرنا النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام يا نبي. حصلت البركة يا ست شمش. الله يبارك فيك. غدا يا بنت جوام للحاجة صالحة والحاجة شمش. لا يا دوب مسافة ما نشرب القهوة. ده كلام والله ما ينفع تكسفينا يا بنت عمي، فول داخله. مين عندك يعمل الغدا؟ انا عندي 3 بنات، ربنا يديك يا رب، متامنه وزينه وصابره. ربنا يبارك لك فيهم وتستريهم. جوزتي حد منهم؟ اه متامنه وزينه وصابره. اها تعالي يا صابره، تعالي حبي على ستك صابره. حبيبتك العافيه يا حبيبتي، حبيبتك العافيه، حبيبتك العافيه. يبقى بالاذن يا ام البنات. مسرع بدري بدري من عمرك ان شاء الله. تتكرر. السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا. كم ملتي كام سنه؟ 19 سنه يا حاج صالح. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحرسها. هتمشي حافية ليه يا حبيبتي؟ رجلك مشروحة؟ لا يا مرات عم، من جرح ولا حاجة، نواف. وريني يا بنتي. واحمة واحمة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خشي يا حبيبتي اقعدي مع اخوانك. مش نايم ولا الكومة؟ نشربوا شربات بدرية يا ام الولاد بالاذن. انا بجري يا حاج صالح. بدري من عمرك يا حبيبتي. خليك زي ما انت، كمل مصالحك وقعد.
حاضر يا ابو حاضر. لقيت عروسك ولا لسه؟ هيدور يا ابوي هيدور. نقيها تخينه وبيضه وحلوه، وامها تكون خلفت ولاد. اصل تخينه يا ولدي. يا ابوي بعدين يا ابوي، احنا في المجلس دلوقتي. ماشي، بس ابعد عن الناشفه ام ارجوب. كمل يا ولد كمل. مين شكوته حضره؟ انا عبد الرحمن. خير يا عبد الرحمن؟ دلوك الفقير يغور في داهيه واللي ملوش ظهر يموتوه. انت جاي تشتكي ولا جاي تخطب؟ وانت حسك يا ابن المركوب واشتكي بأدب. حاضر يا ابوي. قول وخلص. دلوك ارض اللي جنب شموته 7 جراريط و12 سهم. ما نقوم نقيسوها احسن. قول جرى الحرق ابوك ايه؟ حاضر. دلوك جه واحد من تلاكم عافي اسمه حرب الهواري، قال ايه شوفوا النبي يبني اوضه لغفيره جوا ارضي، عايز يحرس ارضه من ارضي، يقوم يبني اوضه لغفيره في ارضي، كيف؟ ما ارضه واسعه. سكت وغلطت لما سكت. جه من الناحيه الثانيه قال ايه عايز يقص حته من ارضي عشان يوسع الجامع بتاعه، على اساس احط المركوب في حنكي. ما انا لو قلت له يبقى هقول له لبيت ربنا يوسعوا في بيت ربنا ويضيقوا عرضي ليه؟ ايه قولك يا شيخ العرب؟ اديله بالمركوب وعلقه من راسه وقلعه خلقاته ومشيه زي الهبل. حاضر حاضر حاضر. اسمع عبد الرحمن، اقطع الكلام. اكتب يا بولس الى الاجل المحترم ولد عمنا حرب الهواري. محترم، أنا عارف لا هياخد حق ولا باطل. حد يجيب سكينك طبيعي لسانه. بعد السلام عليه لم يخفاه. عرفنا إن قصدك تبني على قطعة أرض جار شموته لأجل ما يسكن فيها غفير، وإنك تتعرض لأرض الشاكي عبد الرحمن، وعلمك إنك المكلف بمنع الأذى عنه وعن أرضه. أما الجامع فعارفينه، وقد بناها أبوك من زمان الحج علي، وهو جامع كبير وكافي، فلا تضيق على الناس أرضها بأي حجة. وهذا أمر يا هواري. والسلام ختام. اختم الفقير همام. يعني إيه؟ عشان أنا مخ ضيق أنا خدت حق كده؟ أيوة والله يا ولدي، لو كان الحكم لي أنا كنت موتك انت واللي خلفوك عشان لسانك الزالت. غور غور قاتيه ترجع العفش. هات الحلاوه يا ام ورد اليمن. خير يا لبيبه؟ 4 حتت ذهب. ليه يا ملقومه؟ جايبه لي من عريس شيخ العرب همام. وانت هتقولي فيها مرته دايره تخطب له؟ يبقى زمانها لقيت بدل العروسه 100 عروسه. لا ما لقيتش، دخلت 5 بيوت وطلعت وسمعت انها جايه عندك. راحت فين؟ كذا بيت وكلهم بنات احلى من بعض. وش معنى هترضى ببيتي؟ وهو في زي ورد اليمن؟ لا مفيش، وليكي 4 حتت ذهب لو حصل. عاوزها يحصل وري لها ست ابوها بنت جوزك. ست ابوها يا مره يا عيبه، هتتمجلتي علي. بجاني لما جاني عدل اديه لبنتي ولا لبنت جوزي؟ قومي قومي يا مره يا واطشه مره. اصبري واسمعي كلامي الغلبانه. وريها ست ابوها بنت جوزك على انها ورد اليمن، ولو ما رضيتش اقطع لساني وارميه للكلاب. خير؟ هتضحك يعني؟ مبروك يا همام، مبروك يا عريس. الله يبارك فيكي، مالك فرحانة قوي كده؟ ولا كأنك أمي مش مرتي. أمك؟ ما أنا في مقام أمك دلوقتي. نجيت لك حتة عروسة يا همام، هتفضل باقي عمرك فاكرها لي مش نسيها. يعني إيه؟
جبت لي ايه يا صالحة؟ يا بنت انا مربيكي. ما دام هتضحكي واسنانك بانت يبقى اكيد مغرز. مغرز؟ وانا ارضالك غير بالمقدبة بنت الناس؟ مقدبة بنت الناس وايه تاني؟ كملي. وعورة ورجل واحدة وثلاث يدين وخلقة ترضيكي. كلها خلقة ربنا. اطمن، وغلاوتك عندي عروسة برأس واحدة ورجلين ويدين وزي الفل. فيك بركة. وليها شعر؟ بح خضبالي قولة يا صالحة. لا يعني شعرها طويل وحلو. مبسوط؟ مبروك يا همام. كان لك فين ده كله يا همام؟ أبوك يحلم ومرتك تفسر الحلم وانت ترضى. خير؟ هتضحك يعني؟ مبروك يا همام، مبروك يا عريس. الله يبارك فيكي. مالك فرحانة قوي كده؟ ولا كأنك أمي مش مرتي. أمك؟ ما أنا في مقام أمك دلوقتي. نجيت لك حتة عروسة يا همام، هتفضل باقي عمرك فاكرها لي مش ناسيها. يعني إيه؟ جبت لي إيه يا صالحة؟ يا بنت أنا مربيكي. ما دام هتضحكي واسنانك بانت يبقى أكيد مغرز. مغرز؟ وأنا أرضالك غير بالمقدبة بنت الناس؟ مقدبة بنت الناس وإيه تاني؟ كملي. وعورة ورجل واحدة وثلاث يدين وخلقة ترضيكي. كلها خلقة ربنا. اطمن، وغلاوتك عندي عروسة برأس واحدة ورجلين ويدين وزي الفل. فيك بركة. وليها شعر؟ بح خضبالي قولة يا صالحة. لا يعني شعرها طويل وحلو. مبسوط؟ مبروك يا همام. كان لك فين ده كله يا همام؟ أبوك يحلم ومرتك تفسر الحلم وانت ترضى. ها؟ هتسرح من دلوقتي؟ بكرة تشوفها بعينيك. شايفها في عينيك انت يا بنت عمي، شايفها في عينيك انت. رايح فين؟ داخل الأوضة. والله ما تلمسني إلا بعد ما تدخل على العروسة الجديدة. مبروك يا ولد عمي. كمل سهرك يا شيخ سلام. مستني الفجر. وانت نزلت ليه؟ نروح نصلي سوا. ومال نصلي؟ اوعى تقلق يا همام، ربك شايف كل حي ومطلع. منام بالله يا شيخ سلام. ابوك حكم وصالحه نجت لي وحدي، وانا راجل كبير لسه هقول يا حريم يا عيال. قول يا رب وتجوز وما تخافش. مال الجواز؟ هيقولوا حلو. متى اجي اتجوزك انت؟ اتجوز ليه؟ انا حبيبي في كل حته، كل دقيقه اشوف ويشوف ابص نبص اتكلم يتكلم. تعرف يا همام؟ نعم يا شيخ سلمان. الساعة اللي قبل الفجر دي أحلى ساعة في اليوم كله. حبيبي هيبقى قريب مني قوي. حبيبي ساكن في الحشا، تمشيله على رجلي وهو على خدي مشى. طب وانت شايف ايه يا شيخ سلمان؟ اتجوز يا همام، شم ريحة الورد. هو في أحلى من ريحة الورد؟ أيوه. حاضر
حاضر انا جاي اهو. يلا يا همام حبيبي عينادم علي طول متوضى ومحول. عملت ايه؟ صالحة اختارت يا ابوي. مين؟ ورد اليمن بنت عمر ابو غالب همام. هاي دي اللي امها تخينه ولها جناب. ما عرفش يا ابوي. صالحة بنت اخوي هي اللي نجت. يا بابا المهم تكون بتخلف ولود تجيب لك الواد. قوم قوم لمولاد عمك وقعد في الطشت تسبح وتنقط. تسبح وتنقط ايه يا ابوي؟ حرام عليك. انا روح اجيبها من سكات وخلاص. كيف؟ مش حابس تسبح وتتنقط؟ يا ابوي صلى على النبي، نخلي الحاجات دي للعيال الصغيرة، انا عندي 60 سنة. ايه كل شوية تقول لي عندي 60 سنة، 60 سنة، وانا عندي 80، ولا عاوز اتجوز، اتجوز دلوقت، اقدر ولا لا؟ تقدر يا ابوي تقدر. الذرية الصالحة إن شاء الله. يلا يا شمش. مبروك يا ولد أبوي، اجعلها عتبة خضرة مروية ويعطيك ما يحرمك. عاوزة حاجة يا صالحة؟ عاوزة سلامتك يا شمش. ألف مبروك، يلا يا شمش. مع السلامة، مبروك يا أخوي. أنا مشيت فضة وأختها والبيت رايق، ما فيش غيري، مش هطلع حس. عايزنا نروح عند اخويا روح. لا خليك. قاعد جاري ليه؟ مستنى زغرتلك؟ امال اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تدخل لعروستك. ادخل دلوقتي؟ امال هتدخل بيتك. حاضر. انا اذنك يا ساره. من غير اذن، خش. Thank you.
يا عمام، تحب تقعد مع عروستك؟ اصلها اصلها ايه زين ومليح، مالك؟ ما ملياش. ايه مش عاجباك؟ جبتيها من فين دي؟ نقيتها من وسط 10 بنات. الجمال مش كل حاجه يا همام، انا حلوه. هو يعني خدت ايه؟ انت حلوه. ايه همام، مش حلوه انا ولا ايه؟ لا حلوه قوي. ابوي ما جانيش نوم يا ولدي. دليني بالراحة، دليني يا ولد المركوب، دليني بالراحة. قول لي يا ولدي، طمني، دخلت؟ يا ابوي روح استريح. صالحة منعاك؟ وانا كلمته؟ ربنا هداها. خش يا ولدي خش، وانا قاعد مستنيك. قاعد فين يا ابوي؟ انا هنا جنب بنت اخوي، انا هنا لحد ما اطمن عليك. تشرف يا عمي. عارف يا بنتي انك مش طايقاني، لكن مش مهم، المهم ولدي. خش يا ولدي وانا قاعد. خش يا همام خش، ما تخافش. حاضر يا ابوي حاضر. فليني يا صالح فليني. قوليلي، حسيتي بيه من تلاي لما عرفت انه ورا جواز همام؟ ولا حاجة، رحت ومشيت كلامك ونقيت العروسة. ربك خلاه في الظروف، عفشة وتخلف حفيد احسن من بنت اخوي. فليني فليني يا صالحة فليني. ورد اليمن، الله اسمه ريحته حلوة قوي. ربنا يحلي لك دنيتك. عندك كم سنة يا ورد؟ 22. يا الله شميت ريحة الورد يا شيخ سلام. يدك هتترعش قوية. حمام حمام يا ورد اليمن. هتكسف اقولها، عيب. انت كمان يدك حلوة قوي. الحمد لله، احلى حاجة عملتها صالحة في عمرها كله. سيب الكفن، سيب الكفن مركوب، سيب الكفن. إذا عندها يا همام ولو كانت حلوة. سيب الكفن تلقاها ترجف لما شافها، اتكسف يطلع، جت معها بالهوى. لحقته قبل ما يبصوا. على همام، على يدك اليمين، على ما على اجاتي من مالك. تعال هنا، مين دي يا همام؟ مين دي؟ نجوتك يا احلى صلحه في الدنيا. الحمد لله. همام نادم على جامع يشيني، تلقاه نايم ورا الباب. حاضر. تعال يا همام، انت بتتجوزت خلاص؟ ما فيش بيات غير عندي، قلت ايه؟ وماله بنت عمي؟ ترجع بس قاعتي دي غريبة، ما تعرفش الطريق، تتوه هنا ولا هنا. طيب يا عمام طيب. مين؟ أنا علي الجن. علي أستاذي إبراهيم بعتي رسول ليك يا مصطفى بك. قل له ينسى جن علي، مماليكي كلهم جاهزين وعلى أبواب بيته. جاهزين فين؟ كلهم باعوك يا مصطفى بك،
والمسكين الوحيد اللي فضل مخلص ليك هو تحت رجلي. وانت جاي ليه؟ اهربك ومالي وارضي. مالك وارضك هناك في الصعيد، هحافظ لك عليهم لغايه ما ترجع من المدفع. وان قلت لا انت حر. والامان جن علي ليك الامان والوعد، وكلها شهور وترجع من المنفى وحقف جنبك لغايه باب القلعه. عهد قسم جن علي. المصحف والسيف. المصحف والسيف جن علي. وادي المصحف بتاعي اهو، هات السيف بتاعك. السيف شاتين أولى من الشتايم يا مصطفى بيك. مسكين المماليك هيتعبوا قوي لغاية ما يعلقوك. جن علي لو شفت لون دمه كنت اطمنت يا مولاي. لا اله الا الله، الله يرحمك مصطفى بيه. ليه؟ ليه كده جن علي ليه؟ كان ناوي يقتلك والولاء ليك. مين ابوك جن علي؟ مش فاكره. انا ابوك جن علي. ده شرف كبير يا ابراهيم بيك. ها؟ مين سيدك جن علي؟ حضرتك يا مولاي. أبوك ولا سيدك؟ ما شفتش أبويا وربيتني أنت وما خلفتش جن علي. أربع زوجات وعشرين جارية وإبراهيم بيع عقيم وجن علي ورثني. طفت العمر ليك يا مولاي. مسكين مصطفى بيه. يدفن مصطفى بيه وأنت تحبس نفسك ثلاث أيام جزاء لجرمك السميع. أمر مولاي. وبعدها تخرج تشوف صرفة في أرض المرحوم في الصعيد. جن علي انصرف انصرف يا قاتل. Thank you.
غصب أبويا يا شيخ العرب، خد طربويا يا شيخ العرب، أنا في عرض. أنا ما لمستش أي حد فيهم يا مولاي. هما مين قطع كل الرز دي جنعان؟ عرب خونة عملوها وقبضوا الثمن. لحسابك جنعاني؟ لا يا مولاي، لا. لحسابك أنت ورث مصطفى بيك. مصطفى بيك؟ الله يرحمك مصطفى بيك. أوحش حاجة في الدنيا الخيانة جنعاني. مش أوحش من ضياع الأرض والقصب يا مولاي. أرض وقصب ورث مين جن علي؟ ورث مولايا إبراهيم بي. جن علي هجموا علينا وسط القصب زي القطة، رش من الداري ولقيت فيها الغدر والسلاح، ما شفتش غير عنيف، حس الروس حس كأنه ما يحسوا برسيم. لكم كانت لسه في حنك أبوي وأعمام صحيت مرة السلطان، حكت راس أبوي وطرت وافتكرت كلام أبوي هيقول لي لو ضاق الحال بحد فينا روح لشيخ العرب الهمام، كنا هيقولها لي تاني. طرت لحد ما قلبي كان هيسكت من اول الصبح لحد العصر وانا طاير، لحد ما بقيت السهمة ولا شايف، اجري وبس اجري اجري لحد ما وصلت. عرفت مين هم؟ اكيد مماليك. لا عينيهم زي عينينا وايديهم سمرة زي ايدينا. عرب تلاديل المماليك. ارضكم في زمان مين؟ كانت في زمان مصطفى بيك. تمام يا ولدي، نكرم ابوك الاول وندفنوه وبعد كده ربنا موجود. البلد اللي تدفن فيها ابوك يا ولدي تبقى بلدك. مرحبا بيك، عظم الله اجرك. طول ما ليهم ارض وسطينه مفيش راحه يا اسماعيل. هيقول لك عرب مش مماليك. اه اسماعيل، احنا نسيب الجده ونمسكه في الفرع. جهز حالك نطلع على الججه بكره نزور صالح بيه. حاضر. يا ترى ناوي على ايه؟ لسه المشوار طويل، عاوزها من هنا لهناك. هنا فين وهناك فين؟ احنا ورا النيل اسماعيل. ما تخلينا اسبوع في مطرحنا احسن. ما فيش سبع يضرب قليل ولا سبع. بعدين نحكوا. المهم قول له بولس يخلص موضوع الصندوق ده، ياخد فلوس من كل هوارة يحطه في صندوق كبير نصرف منه على الكل. فاهم؟ فاهم يا شيخ العرب. صباح الخير يا خالة صالح. بص يا حبيبتي، انا مش خالتك، لا انا اخت امك ولا جوزي جوز خالتك. لم حالك بالادب، انا ما احبش الحديث الكتير. امال اقول لك ايه؟ تسكتي تشوفيني تسكتي. عارفاها دي ولا ما تعرفيهاش؟ يعني نبقوا في بيت واحد ونقعدوا ساكتين. اديني قعدت اما اشوف اخرتها. اخرتها خير. بص يا بنتي، شاء ربنا انك تتجوزي اعز الناس ويجمعنا انا وانت بيت واحد، ولانك مرت اعز الناس والبيت ده عندي اغلى من بيت ابوي. مالكيش مني يا بنتي غير الصبر عليكي. والله انا حبيتك من يوم ما شفتك. كدابه يا بنتي، كدابه في اصل وشك. لو قعدت تقوليها من هنا لبكره مش هصدق. انت حر، انا اللي عندي قلته. اسمعي، عاوزاني ابعد ازاي عنك؟ راضي همام وهاتيله العيل جوام دلوقتي. اسمعين قال لك كل عيله ولها كبير، كل كبير عيله له كبير بدنه، واحنا اكتر من 100 بدنه. كل واحد هيطلع من فايض بيته 3 كياس ذهب يسلمهم لبولس
وبولس يختم في الدفتر. الصندوق ده للكل، للعاجز والمحتاج واللي عاوز يتجوز وما قادرش، للأرملة واليتيم والغريب اللي يلجأ وملهوش حد أيا كان أصله أو دينه أو ملته. اللي عاوز يقوم ويحط في الصندوق يقوم، معوز براحته، بس يملي اسمه البولس عشان أعرف هو مين. خلص الكلام. ياما الفلوس اللي مع ابوي دي كلها. بس يا بيت، ما بس يخش بيوتنا يشوف فيها كام. وانت زعلان ليه؟ مش اللي صار على الناس صار عليك. صندوق ايه وعفريت ايه؟ ما طول عمرهم الفقر عايشين وسطينا. صندوق قرب يتقطور مني مليان فلوس للفقراء. ليه؟ كسر مناخير وخلاص. وانت اللي عندك قليل. وهو هيروح فين الصندوق ده بعد ما يتكشف حمام؟ مين هيورثه؟ اخوه العبيط ولا هيدوه للعبيد؟ يا وارث من يورثك؟ انت هتقعد يبصلي كده كتير. انا قلت لك حاجه، الفلوس هتتنزل، هتقل بركتها من كتر البص. روحي روحي شوفي حاجه اعمل ايه، ولا عشان حطيت فلوسي هنا هتقعد يبصلي؟ روح والله ولا مرة تانية من حريمي تعرف عندي كام. يلا روح روح الله يسهلك. روح قوموا يا عيال، خليك مع فلوسك. ابوي فين يا جماعة؟ انا هنا يا ولدي. مرحبا ابوي. طمني، مرتك حبلت؟ لسه يا ابوي لسه. شد حيلك شويه يا ولدي، العمر ما يستناش حد. يا ابوي هو بيدي. ما تشغلش بالك بحاجه، تخش بيتك وترمي كل حاجه ورا ظهرك. خليك مع عروستك اللي باله مشغول ما يخلفش. حاضر يا ابوي، انا مسافر جدة، عاوز حاجه؟ هتروح لصالح بيه، سلم لي عليه، راجل زين قوي. خد معك هدايا، هدايا كتير، رجل طماع ويحب الهدايا. اكسر عين اللي جابه. يا ابوي عمره ما خان، قاعد صورة هناك وسايبنا حك منها. ومين هيسيبه؟ بكره ما هتلقاهوش. دراعك اقرب لك من ابوك يا ولدي. خلي سماعين معك، ما تسيبلوش الحديث، لسانه هيفلت. خدها مني كلمة في ودنك، راعي الجرايب وما تأمنش. عد على مرتك قبل ما تمشي. حاضر يا ابوي. السلام عليكم. عليكم السلام. وكل جراميط. جراميط زينة. حاضر يا ابوي حاضر. يا مرحب يا مرحب يا شيخ العرب. مشتاقين يا بيه، كيف الحال؟ شيخ العرب همام الأجل المحترم. فضلكم مشكور. ايه الهدايا دي كلها يا شيخ العرب؟ مقصرين والله يا بيه. يا مرحبا يا مرحبا بشيخ العرب همام. يا مرحبا يا مرحبا. الشيخ اسماعيل اهلا وسهلا. مرحبا. وحشنا يا شيخ اسماعيل، وحشنا كتير. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، الدار نورت. البيت بيتكم. اتفضل اتفضل يا شيخ اسماعيل. قول يا صالح، الأخبار إيه بحال؟ كالعادة قتل وفتن وخراب. إبراهيم بيك عنده مملوك اسمه جن علي، لا يتورع عن فعل أي شيء. جن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ودي حضر من فين ليه؟ جن علي خطير يا شيخ همام، ده تقريبا قضى على كل المماليك المنافسين لسيلو، يا بالذبح يا بالسم يا بالحيلة. بلغتنا حكاية مصطفى بيها. أيوة، قتله بعد ما كان معاهده على المصطفى. أعوذ بالله، الخاين ملعون يا مين. ما رعاش حرمة المصحف. مماليك من غير أصل. يخرب بيت لسانك. عفوا يا صالح بيه،
مش كل المماليك طبعا، انت اصلا عارفينه فعلا. معذور يا شيخ اسماعيل، لكن مش كل المماليك، في منهم اللي جه وجواه مرارة، غير اسمه ودينه، لكن اللي جوه قلبه ما تغيرش، فضل حاسس ان هو عبد حتى لو بقى شيخ للبلد. وفي منهم اللي داق حلاوة الوطن والدين. انت أصل الوصل يا صالح بيه. لا لا يا شيخ همام، انتوا الأحسن. قول يا صالح بيه، المذبحة اللي حصلت في العرب جنب برديس، مين عمل ايه؟ جن علي، لكن مش المماليك. وضحها لي دي، الموضوع يهمني. للأسف يا شيخ اسماعيل، وسط العرب الأصيلة ساعات بيبقى فيه بعض الخاينين. عربان الجبل اللي جنب برديس قبضوا تمن رقاب العرب اللي جنبهم. مين كبير؟ خازن ولد سليم، يبيع أبوه عشان حتة دهب. الأصيل بفعاله يا بيه. الله هاتك يا همام، أول مرة يغيب عليكي؟ لا، كان ساعاتي سافر، وأنا كنت أفضل قاعدة جوا أوضتي لحد ما يرجع. لا أكل ولا أشرب ولا أدخل ولا أطلع. هيقولوا خدك صغير. أصغر منك بكتير. إيه اللي هيزعله؟ وإيه اللي هيرضيه؟ أنا بس اللي هزعله وأنا بس اللي هرضيه. وغيرك؟ مفيش غيري. أول لما جيت كنت أخاف منه قوي. وأنا لحد دلوقتي أخاف منه قوي. ده حنين قوي، ما أخافش منه دلوقتي. لا خافي خافي، زعله عفش ولو اتعكر هتضلم الدنيا في وشك. همام ده زي العيل الصغير. همام؟ هو أنت هتقولي له يا همام حاف؟ أمال هقول له إيه؟ مش جوزي؟ جز رقبتك. ومين يا بنت اللي زي العيل الصغير؟ همام قومي من قدامي، عيلة صح. قومي يا بنت شوفي لك حاجة لعابي فيها. قومي ما اقول لك من قدامي. خليني اعرف استنى الراجل، عكرتي مزاجي. استنيه براحتك، ما هي كده كده ليلتي. ليلتك جربت ان شاء الله. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، هنيئا مريئا. غدا الاكابر من صديقهم الفقير. يلا هنيئا مريئا. انما قل لي يا شيخ العرب، لو قامت القيامه الاحباب يكونوا مع بعض؟ امال يا بيه، يومها كله فرجه الا الاحباب في الله. الله اكبر الله اكبر، وانا احبك في الله يا شيخ العرب. انما في الدنيا لو حصلت الحروب والفتن، يا ترى هنكون سوا؟ أنا وكل أهلي وكل ما أملك يا بيه. أصيل وابن أصلة. قل لي يا شيخ همام، أنت خلفت؟ ربك لسه لم يأذن يا بيه. العاطي موجود. إنما قل لي يا شيخ همام، لو حصل المكروه والمواجهة والفتن، وحبيت أوصل للقلعة، يا ترى هتكون في ظهري؟ لو ما فضلتش من أهلي كلهم غيري يا بيه، هفضل في ظهرك. ساعتها هتكون أنت الحاكم في جرجة، أنت وأولادك. أولادي؟ من فرمان سلطاني كمان. إحنا حكام يا بيه من غير فرمان. وطول ما أنت موجود. أنا مملوك، معرفش أجامل العرب الأكارم وأضايفهم. شرفتونا يا مشايخ العرب. الشرف لينا يا بيه. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. شيخ اسماعيل، خلي بالك من كلامك، دي صعب عمر. غصب عني طلعت الكلمة. هتاخد بالك ميتي لما يجي عندك 100 سنة. قول لي اسماعيل، شايع مين الخازن ولد سليم؟ مش فاهم. عاوز مسال امين مخلص ينفع خاين. مخلص ينفع خاين؟ ما يجتمعوش مع بعض. لا
يتم وقت اللزوم والحيلة. حد من ولد عمنا يروح يبيع رقبتي. رقبتك بعد الشهر. معتمد هيكون غالي ويستاهل 200 حتة الذهب. ولا كنوز الدنيا. لا هو هيلاقيه ثمن زين قوي على رقبتي. عايزه يجي لحد هنا. وهيوقع في الفخ كيف؟ هنحاول وخلاص. بس هو لو لقي المرسال قريب مني هيصدق. وحجته ايه المرسال ده؟ عيسى مش محتاج حجة. وش معنى عيسى؟ اسماعيل انا حافظ عيال عمي زي كف يدي. عارف مين اللي انبسط ساعة ما الشيخ يوسف اداني العصاية ومين اللي بلاها وسكت. كلنا رضينا وفرحنا. كلكم زي بعض. قبلها بمزاجي. أنا عارف مين اللي دنجر في الأرض وقال في سره كيف ياخدها اللي من غير ولد. المهم شي عيسى الخازن ولد سليم وبكره يجيب الرد. علم؟ وش معنى علم؟ هو كده دي أوامره. وعلشان الراجل لما يلقاك ولد عمه يصدق. ولا عشان عايز يخلص مني؟ قول. من 100 همام هيعضوا في ولد عمه؟ عطروح ولا قول لولد عمك طلع فرخ؟ ماشي يا اسماعيل. اتفقتوا سوا عليا انت ونسيبك. وانت ولد عمي. روح ما تبقاش جبان. ماشي اسمعي. خازن والد سليم هنا؟ يقول له مين؟ عيسى الهواري وخلص. خش رضيف. انضف من جدودك. تبقى صح. هواري صح. غصب عنك. الهواري اكتر. تقرب لمين؟ والد عم شيخ العرب همام. شيخ عربكم انتم؟ وكبركم كلكم. وانا خازن والد سليم. لعينام عيني مفتحة وعيني مغمضة. عاوزك. قول لي اسمك لسابع جد. عشان اتوكد انك هواري. عيسى ولد هاشم ولد احمد ولد محمد ولد همام ولد عمر ولد ريان ولد همام ولد سيبك. قرب 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 يا اصيل. وطلبك ايه؟ راس همام.